لا لا لا، انا مش مصدقه ان انا اللي عامله دي لوحدي. ازاي يا جماعه انا اكون عاملاها لوحدي؟ الموضوع سهل قوي يا جماعه، 3 طبقات بس وعملتها في ثانيه. الموضوع سهل قوي، لازم تقوموا تجربوها دلوقتي. بجد مش مصدقه ان انا اللي عاملاها لوحدي. انا مش عارفه ليه ماما بتشتكي من الطبخ ده، الموضوع سهل جدا ولذيذ. معاك انتوا الزز، تعالوا نشوف طعمها هيبقى روعه ولا روعه ولا اروع. يلا بينا ندوق. مشوفتش حلوة كده، 3 طبقات عاملين حوار، ومكوناته سهلة قوي وبسيطة. يلا هوبا، كيفكن؟ شخباركم؟ استعدوا واربطوا الأحزمة عشان تجارب مريم غير أي تجارب. هعمل مفاجأة لبابا وماما واخويا، وهتنسيهم اساميهم اصلا، وهتنسيكم انتوا كمان اسمكم. ومعانا 3 معالق زبده كبار. بخاف قوي من لحظه البيض، دي مفاجاه ليهم، فانا مش عايزه اقول لهم تعالوا كسروا لي البيض. وهننزل ب3 بيضات. يس يس. وتاني واحده ادعوا لي. انا خايفه على الطبق. معانا تالت واحدة. تمت المهمة بنجاح. بأمانة المفروض يسموني الشيف ماريو. وهننزل بنص كوباية لبن. لازم الحركة بتاعت الشيف الشربين. فيري جود. وهننزل بالدقيق ده. الطريقة أصلا مكتوبة على العلبة. مبسوطة أوي يا جماعة. حاسة إن أنا أم، يعني أم بتعمل معجزة مع عيالها. اللي بعده هنقلب كده لمدة 10 دقايق بالراحة، نعملها بالراحة. انتوا لازم اصلا كأطفالي المتابعيني تتفرجوا عليا وتقوموا تقلدوني. يلا انا هو بالراحة معاكم علشان تقوموا تقلدوني ونمشي واحدة واحدة مع بعض. تمت المهمة بنجاح. وهنقلب كده لمدة 10 دقايق لغاية ما دراعكو يتخلع. وفضلنا نقلبها لغاية ما بقى لونها ابيض كده، كده زي الفل. وهنجيب صينية مقاسها 24. هتقولوا لي عرفتوا منين؟ هقول لكم صدقوني بالصدفة. وهنحط عليها سمنة اللي انتوا تدهنوها كلها، يمين بقى شمال فوق تحت كله. شوفي الشربين يا جماعة قوام ايه يعني. ولازم تاخدوا حته طبعا قبل ما تدلقوا عشان طعمها جامد قوي. وبنسويها بالشكل ده كده. هندخلها فرن على 180 درجه في الشرق الاوسط. يلا بينا يا جماعه، ريحتها روعه، طلعت نظيفه. تعالى اوريكم شكلها قبل ما نعمل الطبقه الثانيه. بصوا شكلها روعه ازاي. بحبها كده اسيبها اقطع كده من حته من على الحرف اكلها مقرمشه، ما اعرفش ازاي. وتحصها كده زي السفنج وتعمل كده، عجبني. وهندوس عليها عشان نخليها سوا واحده، عشان لما نيجي نحط الطبقه الثانيه ما تقعدش تطلع بره وتوقع. ويلا بينا بقى نسيب الثانيه تبرد وندخل في الطبقه الثانيه. دي اول خطوه لازم نعملها، لازم نرقص ولازم نطبخ. وهنجيب باكو كريم كراميل ونص كيلو حليب اللي هو لبن، بس قولوا لنا بقى في التعليقات بتنطقوه عندكم ايه. هننزل بيه وهنفضي الكيس ده، لقيناه فهنفضي معاهم بقى. يلا مش هنسيبه وحيد. وهنروح نحطها على نار هاديه لغايه ما يتقل معانا. وهنقلب بهدوء لحد ما يتقل معانا، وبنكمل تقليب لغايه ما يغلي معانا. واول ما يغلي معانا هنحط باكو بسكوت من ده ب5 جنيه. وخلاص كده هو غلي معانا، هنشيل دي دلوقتي وهنحط البسكوت. وهنضرب بقى بالهاند بلندر. وبعد ما سوينا الكيك هندلق الخليط بتاع البسكوت. هنسيبه بقى يبرد شوية عشان نقطعه ونشوف شكله ايه. يا جماعة الريحة تحفة قوي قوي قوي، يا رب يطلع طعمه روعة. هو اكيد هيطلع طعمه روعة عشان انا اللي عاملاها.
وبعد ما سيبناها تبرد خالص هنرش عليها كاكاو من فوق عشان تبقى شموع. هو مين اللي سمى الاسم ده؟ هي هتبقى كرسي كده بالراحة. وبص بقى بعد ما رشينا الكاكاو شكل الشموع عامل ازاي. بصوا بيرفكت. وتعالوا بقى كمان نقطعها بالطريقة السحرية بتاعتنا. تاتا بصوا بقى نقوم كده لما اخد ودي كده مع بعض. يلا بينا ندوق. راوي بجد ما شفتش حلاوة كده. خطيرة، لازم تجربوها، هيفرحوا بيا قوي لما يدوقوها. يلا بينا. عارف حطلك فيها ايه؟ ايه؟ سم. بجد؟ واو بحب السم. مين اللي عامل الكيكة دي؟ انا. قولي بأمانة. بأمانة. يعني انت اللي حاطة كل ده وبيض ومش عارف ايه؟ خمسة وخميس. خسرتوا بقى الاخوات. شاطرة شاطرة. خلاص يا قرعة. قولي احاسيسك مع سبتهم جامدة. يلا بقى ايه، اتمنى ما نكونش ازعجنا حضرتك. اتفضل مع السلامة. باي. يلا ربنا يهديك. حبيبي تشكر. وبس كده دي تكون التجربة بتاعت النهاردة. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو ده لو عجبتكم الوصفة. باي.